هذا المجرم يجب أن نلاحظ أنه مطلع ومثقف من تتبعه لهذه الحروب بين المسلمين والمسيحيين والأخذ بثارات والعبارات التي كتبها على سلاحه. نعم. الأمر الثاني أنه مطلع على حضارات أخرى بحكم السفر وسرعة التحرك. هذا لا يمنع أن يكون على اتصال مع جماعات أخرى بحكم أن الرجل ليس قاصر الحيلة، يسافر، يطلع، مثقف، جميع هذه الأمور، فلا نستبعد أن يكون على اتصال معهم. الأمر الآخر، لماذا لم يقف أحد في وجه هذا الرجل؟ للأسف أن هناك ما يعرف في العلاقات الدولية أو بين الأجهزة الاستخبارية بتحالف العيون الخمس. العيون الخمس أو Five Eyes Alliance قائم بين الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أستراليا ونيوزيلندا، وهو جهاز استخباري ضخم موجود منذ 50 عاما. مهمة هذا الجهاز الاستخباري هو تتبع أمرين، تتبع الأفراد وتتبع الجماعات، فلا بد أن يكون هذا الرجل في السيستم أو في النظام التابع للفايف آيز، لا بد أن يكونوا قد اطلعوا على تحركات هذا الرجل بحكم أنهم يطلعون على أمور أبسط من هذه الأمور. من يرجع إلى تحركات الفايف آيز يعرف أنهم يتابعون ممثلين وكتاب وحتى قنوات إخبارية وأمور أقل خطورة مما فعل هذا الرجل. وبالتالي لماذا لم يتم إيقافه أو حتى سؤاله يعني عن سبب هذه التجولات؟ الأولويات، أنا أعتقد أن الأولوية عندهم هو التركيز على العنف الإسلامي أكثر من العنف المسيحي، بحكم أن النازيين الجدد الألمان متحكمين فيهم بشكل فردي. تقصد ربما لو كان مسلما كان ركز عليه. أنا أعتقد أن المرحلة يعني يوسفني أنا أقولها هو التركيز على الجانب الإسلامي مصدر للتهديد أكثر من الجماعات الغربية أو الجماعات المسيحية أو ما يوصف بالتشدد الغربي أو المسيحي أو المنتسب لديانات أخرى. نعم. في خبر آخر، تضاعفت وقفات العزاء بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.